يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم من مطبخ ماما مروة. بمناسبة هالشوبات والصيفية حبيت أعملكم كباية ليمونادة على الطريقة اللبنانية. يلا تابعونا لآخر الفيديو، يلا نشوف طريقة التحضير. بالبداية بدي أجيب حامضة واحدة لكباية واحدة، كباية ليمونادة. بدي أعصرها بالعصارة. ليمونادة بتفرفح القلب وبتبلبل الريق بالصيفية. بدي أحط هون، خلصت عصر الحامضة وبدي أحطها بقلب الكباية. بضيف لإلها المي الباردة المسقعة. برجع بضيف لها ملعقتين من السكر. بدي أحركهم كتير منيح ليدوبوا مزبوط. بدي أرجع أضيف نص ملعقة صغيرة من المزهر، بتضيف طعم رائع للليمونادة، كتير طيبة بتطلع وبتفرفح القلب، هيك بتطلع بتنعنش يعني منعشة. تحركون كتير منيح مع بعضهم. هلأ بدي زينها شوي للكباية. بدي قص شرحة من حامضة بهالشكل وبدي حطها بشكل دائرة. وبدي انسى التلجات. حبيت حط رشة نعنع يابس للزينة. وبدي ارجع حط شرحة من حامض. وألف صحة وهنا، ما بخبركم شو طلعت منعشة وباردة وبتبلبل الريق. وألف صحة وهنا أعزائي، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد من مطبخ ماما مروة. وألف صحة وهنا.